أميمة نيلسون هي مصرية كانت خدامة كعارضة أزياء ومربية، والتهمة ديالها هي قتل الزوج ديالها بيل نيلسون. أميمة وصلت للسن ديال 18 عام وقررت باش تسافر لأمريكا تحقق الأحلام ديالها وهي تكون عارضة أزياء معروفة ومشهورة. أشنو طرا ليها فاش مشات وعلاش تقلبات حياتها؟ هادشي اللي غادي نتعرفوا عليه اليوم في هذا الفيديو ان شاء الله. انت مهتم بالقصه؟ مرحبا بك، وما تنساش دير جيم، ومرحبا بالناس الجداد حتى هما. نتمنى نكون خفيفه على قلوبكم ونكون في المستوى المطلوب ان شاء الله. يلا نبداو القصه، مشينا. أميمة نيلسون هذا هو الاسم ديالها فاش مشات لامريكا، وما عرفناش شنو سميتها قبل. هي من مواليد 1968، تزادت في واحد القريه صغيره في جنوب مصر، وقالوا بان الاب ديالها كان كيتعدى عليها وكان كيتعدى حتى على الام. داكشي علاش الام تفرقت مع داك الراجل وهزات بنتها ومشات للقاهره، سكنت فيها في واحد البلاصه فقيره جهه المقابر. في 1986 أميمة وصلت ل 18 سنه، جاتها خدمه في امريكا، ما فكرت في حتى شي واحد، ما قالت حتى شي واحد، هزات حويجاتها ومشات سافرات. أميمة فاش وصلت لامريكان جاتها القضيه صعيبه، واصلا هي فاش جات ديريكتومون عند السيد اللي جابها من مصر، حيت هو خدام في واحد الشركه تما في امريكا، وما عرفش كيفاش لقى لها خدمه في امريكان وجابها، هو اللي جابها وكانت على علاقه معاه، ولكن هذه العلاقه ما طولتش بزاف. خدمت أميمة كمربيه اطفال باش تقدر تدور الحركه وتخلص الكرا ديالها وداكشي، حتى جاتها فرصه عمل كعارضه ازياء في واحد الماركه معروفه تما في امريكان، وكان هذاك هو الحلم ديالها اللي كانت كتحلم به. وهنا غادي تبدا القصه ديال أميمة. أميمة فاش دخلت لهذا الميدان ولات عندها علاقات كثيره، ولات كتعرف غير الناس الكبار، الناس اللي لاباس عليهم، اللي شبعانين فلوس، ما كتهضرش مع اللي كان، والناس هادو كيكونوا كبار في السن. ولات كتنقل بزاف من مدينه لمدينه على حساب السيد اللي تلاقات به في هذيك الوقيته، كتمشي معاه وتسافر معاه وتخرج معاه، كتاخذ ليه فلوسه وتزيد تخليه. وصلت بها الجرأة واحد نهار شدات واحد ربطاته في الكرسي وهزات عليه السلاح وهدداته وخدات منه فلوسه كامل اللي عنده وهربات. سمحوا لي تخيلت من درجة الضحكة، كنقولوا جاتني الضحكة مسخوطة. أنا جاتني أميمة وقيلة كانت كتعطاتها المخدرات باش توصل تقدر دير بحال هكا، راه صعيبة شوية. المهم بقات على هاد الحالة حتى شرات مع راساتها الدار وشرات الطنوبيل. وفي أكتوبر 1991 في كاليفورنيا تلاقات مع بيل نيلسون. بيل كان بيلوت سابق وكان في العمر ديالو 56 عام، وكان بوكو فلوس، شبعان فلوس، داكشي اللي كتبغيه هي. طبعا هي ما فكرتش في فرق السن اللي بيناتهم، هي كانت ديك الساعه عندها 23 عام وهو عنده 56 عام، هي بلا غير الفلوس صافي، ما فكرت في حتى شي حاجه. تعرفوا مده قصيره طلب منها الزواج، وافقات وتزوجات به، ولكن هذا الزواج ما فاتش عليه 4 ديال الاسابيع، شهر بالضبط سالة بفضيحه ما نعاودش لكم. عرفتي زعما تخيلوا تتعياو، ما طيحش لكم في بالكم اشنو طرا بيناتهم. 1991 في يوم عيد الشكر في أمريكا في كاليفورنيا في الدار ديالهم، ناضت للا أميمة، شديتي مقص وضربتي راجلك في صدرو، وعاود هزيتي مصلوح وضربتيه ثلاثة المرات على راسه حتى مات. وماشي غير قتلاته وصافي، السيدة بدات كتشد وكتقرض فيه طرف طرف، وقالت لهم في التحقيق أنها قطعت ليه الراس ديالو هو الأول وشداتو نعمة سيدي وحطته في الفران وشواتو، دارتو كيتشوى، وجابت واحد البرمه كبيره وقطعت فيها اليدين ديالو والرجلين ديالو ودارتهم في ديك البرمه ودارتهم كيتسلقوا. لا لا السيده كتفنن فيه زعما. وقالت الطبيب النفسي ديالها انها شدات الضلوع ديالو وشواتهم وكلاتهم. سالت أميمة من الجريمه ديالها، لقات راسها واحله في دوك الطراف وداكشي اللي بقى، حيت تبارك الله عليها شي طيبات وشي سلقات وشي شوات. المهم تكهمات، عيات، السيد كان طويل وغليظ، غيشيط ليها داكشي بزاف، ما عرفت ما دير فيه. قالت شنو ندير ما ندير، شدات اللحم ديال راجلها قطعته وقطعت معاه اللحم ديال البيبي، وبدا اللي كيجي لعندها كطيب وكتحط ليه الماكله، كتحط ليه اللحم ديال راجلها. لا هادي فاتت الخيال، قاعني ما نقول. نزيدكم واحد القضيه، وصدقاتو على الناس اللي ما عندهمش، هما عطاتهم شويه اللحيمه ديال راجلها. عادي حداو راسكم، عندكم تمشيو عند الناس حداو مع اللحم، انا كنقول لكم سمحوا لي كنضحك معاكم. الله يستر الله يستر الله يستر. نهار اللي جيت بغيت نقول لكم هاد الجريمه هادي جاني الفغيغ، انا كنقرا فيها وكنضحك، ما فهمتش جابت لي الضحكه.
اي مسالات كاع داك اللحم وداكشي يبقاو ليها العظيمات والمصيرنات وداكشي، خصها كيفاش تحيدهم عليها من الدار، خصها باش ما يبقاوش البصمات عندها في الدار. وداكشي هزات داكشي اللي بقى من راجلها ودارتو في الميكات، عمرتو في الميكات ودارتو في الطوموبيل ديالها، ومشات عند واحد صاحبتها. مشات عند صاحبتها بعيد عليها بشي كيلومترات، مشات عندها وقالت ليها انا غادي نعطيك عافاك واحد المبلغ ديال الفلوس اللي كبير، وقالت له عاونيني باش نحيد عليا هادشي. وعاودت لها شنو دارت ديك صاحبتها، غير سمعات هادشي تخلعات، بان ولا الميكات والدمايات وهذا تخلعات، ما قدرتش تعاونها. قالت لها لا سمحي لي ما نقدرش. غير مشات هي من هنا عيطات البوليس من هنا، وهم يشدوها في لاكرون ديلي، هي غاديه بطوموبيلتها وهز الميكات عامرين بالدم وباللحم وداكشي، شدوها البوليس، شدو اميمه متلبسه ومشاو للدار ديالها قلبوها، لقاوها باقي فيها الاثار ديال الدم وداك باقي فيها الطريفات ديال اللحم وديال العظومه ديال راجلها وداكشي. فاش استجوبوها وقالوا لها علاش درتي هادشي، قالت لهم انايا من نهار تزوج شويه السيد وهو كيتعدى عليا جنسيا وهذا وهذا، وما صبرتش ليه، وانا زعما كبرت مع الاب ديالي حتى هو كان كيتعدى عليا وما قدرش نصبر. مهم انا جاني هادشي ما دخلش ليا راسي، علاش دارت هكاك ما فهمتش، ما عرفتش. حيت كون كان غير هادشي اللي كتقول كانت غادي تقتلو وصافي، ماشي غادي تشديه وتقطعيه وتشويه وتاكليه بزاف. ونسيتكم واحد الحاجه، قالت للطبيب النفسي ديالها، قالت لي انا راه فاش كنت كنشوي في اللحم ديالو، قالت لي راه كنت كنغمسو في لاصوص باربيكيو وكان ناكلو، قالت لي وجاني من الد اللحم، قالت لي اللي كليت في حياتي جا بنين. ودخلت عليكم بالله هادي عادي، هادي هاد السيده نورمال. وحاجه اخرى، فاش تاكدت انه مات، فاش قتلات وصافي مات ما بقاش كيتحرك، مشيتي ودخلتي البيت ديالك، بدلتي حويجاتك، لبستي كسيوه حمراء ودرتي غوجا ليفغ في الغوج، ولبستي السنيديله حمراء، وعاد مشات جلسات كتقرد فيه. ايوا دابا انا بعدا مبقى ليا ما نقول، صافي صافي هذا اللي كيف كتعرفوا ان المحاكمه ما كتكونش في نهار واحد، كتكون على ايام وتقدر تكون شهور. فواحد النهار في المحاكمه قال لها القاضي، سولها قال لها علاش كليتي اللحم ديال راجلك، قالت لي لا انا ما كليتوش، نكرات كل شيء وقالت لي لا انا ما كليتوش. هي قالت للطبيب النفسي انها كلاته، وعند القاضي قالت لي لا ما كليتوش، وقالت لي انا قتلته دفاعا على النفس، كون ما قتلتوش كان هو اللي غادي يقتلني. وقالت لي دابا انا كنطلب السماحه حيت قتلته، ولكن في نفس الوقت انا فرحانه حيت انا عايشه. مالكم، هي عايشه، اللي بغى يموت يموت. مالنا حنا. اميمه تحكمات ب 28 عام ديال السجن، وكانت القضيه ديالها ما مفهوماش، ما عندها حتى شي دليل ولا شي دافع باش تقتل هذاك الراجل ودير فيه ديك الحاله. دفعت بزاف ديال المرات في السجن ديالها باش تاخذ العفو حتى هي بحال بحال السجناء، ولكن القاضي كان كيرفض، حيت لقاوها بانت لهم انورمال، الا خرجت هذه تكون خطر على المجتمع. غير قولوا لي كيفاش جاتكم القصه، واش تصدمتوا حتى نتوما كيف ما تصدم؟ انا بكثرت الصدمه وليت كنضحك، جاني داكشي بحال كيعاودوا شي حاجه ما كايناش، زعما هادشي راه غير تفليه، والله الا قصه حقيقيه. غير قولوا لي واش كاين بنادم زعما كيوصل لهاد الضمير مية تقدر تقتل واحد وتقرضو وتشويه وتاكلو وديرو في لاصوص باربيكيو وتاكلو وعادي ودنيا هانية وفرحانة حيت هي عايشة؟ عافاكم لما قولوا لي في لي كومونتير اش بان لكم في هاد القصة. هادي نهاية ديال القصة، نتمنى تكون عجباتكم، عجباتكم اش غتعجب فيكم. المهم انا بغيتكم تاخذوا غير الاحتياط من بنادم، راه بنادم ما بقيناش كنعرفوا شنو يقدر يدير. الله يسر الله يسر، الله يبعد البلاء علينا وعليكم. المهم واش كيعجبكم قولوا لي، واش كيعجبكم النوع ديال هاد القصص بحال هكا باش نبدا نحطو لكم. وشكرا لكم ولهلا يخطيكم عليا، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. سلامه.